اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد فوزي. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا سؤال. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الله يعزك، ربنا يخليك حبيبي. زي الفل حبيبي. الحمد لله. دايما بيبقى لك رؤيه مختلفه في حتى الفنيات الخاصه بكل مباراه. اولا لان انا عايز ادخل في الموضوع على طول، مباراه الاهلي وفيوتشر شفتها ازاي بشكل عام؟ طبعا لا اكيد طبعا النادي الاهلي عمل جيم كويس، يمكن الفينش ما كانش هقول لك جيم كويس بس تعادل. ايه المشكله؟ اوكي، ساعات كتير بتعمل ماتشات وحشه وبتكسب. اوكي صح؟ صح. انت دلوقتي في مرحله الدوري بتجمع نقاط، فاضل لك 9 نقاط او 8 نقاط تقريبا وتاخد الدوري، صح؟ صح. طب انت عايز تجمع نقاط، ممكن تبقى وحش وتكسب. مع ضغط المباريات كل 3 ايام مباراه، مع فتره من الضغوط الكبيره جدا، اللعيبه بتلعب من شهر 9 بطريقه متواصله. انا مش بدافع عن اللعيبه، ولكن انا لازم الناس تعرف ان في ضغوطات، مش هتلعب كل الماتش. انت بتكسبت 8 ماتشات ورا بعض، ايه يعني لما تتعادل مع ثالث الدوري؟ مع احترامي طبعا لفيوتشر ثالث الدوري. معلش يا احمد عشان معانا بس مكالمه من المغرب، خلينا نروح للمغرب نطمن على المنتخب الاولمبي والمدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي كابتن محمود حرب. يا ابو الكباتن الف مبروك، وان شاء الله بكره كمان نكلمك ونبارك لك على ان شاء الله ان شاء الله يكون التاهل الله. مع ان غينيا او منتخب غينيا فريق جيد جدا يعني. يا رب يا رب، دعواتك ودعوات الشعب المصري كله يا رب ان شاء الله. اولا تحياتي للكابتن احمد فوزي لحضرتك، وان شاء الله يبقى كل التوفيق في مباراه بكره. مباريات صعبه الحقيقه قدمها او خاضها منتخبنا الاولمبي خلال الاسبوع اللي فات، ولكن في النهايه قدرنا نتصدر المجموعه وقدرنا نصعد كاول في هذه المجموعه، وحنلاقي المنتخب غينيا. شايف اللي بيحصل مع منتخبنا الاولمبي ازاي؟ وهل هناك مسانده اعلاميه جيده في هذا الامر من وجهه نظرك يعني؟ بص، الحمد لله طبعا احنا يعني بدانا مشوارنا بماتش النايجر كان بتعادل مخيب لينا احنا بنفسنا يعني. لا بس بقول لك ايه يا كابتن محمود، الماتش ده تحديدا، الماتش ده تحديدا في حاجه يعني. لا يعني انت في حاجه، ما بقول لك ايه، تكسب 15 مثلا. جامايكا كان شغال معاكم. لا كان شغال ضدهم. بالظبط، ما بقول لك فوجئنا ب5 كور في العارضه، فرص بتضيع كتير. عاملين حسابنا ان احنا كنا نكسب اول ماتش ده، لان حضرتك عارف اول 3 بونت في اي بطوله مجمعه بيفرقوا معاك جدا. يعني كانت صدمه لينا كلنا، اللعيبه كاننا خسرانين وزياده كمان. حتى كان الراجل وكابتن بركات قال لهم يا جماعه احنا ما خسرناش البطوله، في ايه ده ماتش وياما بطولات مجمعه بيحصل كده في اول ماتش والدنيا بتمشي. حقيقي. بس بصراحه اللعيبه فضلت مركزه واشتغلوا. ماتش مالي عملوا ماتش كويس جدا، جينا ماتش الجابون برضو اشتغلنا، الاجوان اتاخرت اي نعم شويه، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وتصدرنا المجموعه. فضلنا هنا في طنجة، لان كنا لو طلعنا تاني مجموعه هنضطر كل الرباط كبير فكت يعني. فالحمد لله كرمنا وفضلنا طبعا زي ما بيقولوا كده، عندك الحمد لله 4 لعيبه منتخب مصر تقاوم اللي هو اعلنه في النهارده التشكيل المثالي عندك ابراهيم عادل احسن لاعب، احسن لاعب، فكل الحاجات دي الحمد لله تخلينا منطقنا كويس، الناس محترفين، الفرقه كلها عامله حسنا، كلها حاجات كويسه تتاهل بكره ان شاء الله ان احنا نخشه باداء رجولي برضه وربنا يكرمنا ونفوز ان شاء الله. المنتخب الغيني منتخب جيد على ما قريت، انا ما شفتوش الحقيقه، ولكن على ما قريت ان هو منتخب جيد بيملك عدد جيد من اللاعبين اللي يقدروا يكسبوا ويقدروا يعملوا مباريات جيده، وبالتالي شايفين المباراه بكره ازاي؟ بص، من الحاجات برضو عشان الناس برضو تبقى فاهمه، النهارده احنا لما منتخبنا ده اللي فات كان اول معسكر مع مستر ميكالي يعني. ايوه. اشتغلنا في الفتره دي، المنتخبات الثانيه يعني عندك في منتخب تقريبا منتخب المغرب 26 لاعب محترف، القايمه كلها فيهم محترفين. وصوب بيقطع بس يا كابتن محمود، ممكن بعد اذنك يمين او شمال شويه عشان الناس تسمع بس. نعم؟ لا مش لا ارجع للاول بقى عشان كده قطع خالص. لا يعني احنا عايزين بس الجمهور يسمع كلام حضرتك. اتفضل يا استاذ كابتن محمود. المنتخب بشكل شهر 9 اشتغلنا مع الولاد على الفتره اللي فاتت على ماتشات وديه وعلى قد ما نقدر، والمهم وصلنا هنا. بتلاقي المحترفين فيها في قوائم منتخبات كامل محترفه. حقيقي. لعيبه
قوه جسمانيه قويه جدا، في فروق كبيره. لكن برضو نرجع ونقول اللاعب المصري بيبقى مميز رغم ان هو مثلا ما بيلعبش في فرقته بانتظام، في منهم ناس ما بتلعبش خالص، لكن ده بيساعد ان مع مستر ميكان هو بيحفظهم اللي عايز يعمله بيطبق في الملعب، وده اللي كلكم اغلب الناس بتتكلم فيه ان الفرقه فيها شغل بيحصل، في حاجه بتحصل، فده بنحاول نعوض بيه بعض الفروق عن الفرق الثانيه. لكن اللعيبه عندنا رجاله والله مؤدين اداء كويس رغم الفروق اللي مع الفرقه الثانيه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ان شاء الله نفوز بكره. يعني الهدف الاول تحقق بنسبه 50%، لم يتحقق كاملا، وهو الصعود لاولمبياد باريس، ولكن اول وثاني وثالث هيصعدوا مباشره، الرابع هيلعب مع اعتقد من منتخب اسيا، مش كده؟ منتخب من اسيا بالظبط، بيصفي مع اسيا بالظبط. فبالتالي 50% فقط، ان شاء الله لو ربنا كرمنا بكره هيبقى 100% من الهدف الاول حصل، وهو الوصول مباشره الى باريس، ثم الهدف الثاني بقى ان شاء الله الفوز بهذه البطوله، في ظل زي ما حضرتك قلت يعني الأقرب طبعا للوصول للمباراة النهائية هو منتخب المغرب اللي بيملك الحقيقة عدد كبير جدا، أو كلهم تقريبا كلهم محترفين، 25 أو 26 كلهم محترفين، يعني 26 لعيب محترف، 26 كلهم صح؟ محترفين. طيب آخر الكلمات اللي قالها ميكالي لكابتن بركات بقية الجهاز الفني للاعبين. بص احنا جايين هنا عشان البطولة، احنا جايين ناخد البطولة صراحة كده، احنا حاملين اللقب، واول ما جينا هنا تعادنا ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله، فحلوها بقى بالرعب اللي هيحصل لنا، لكن ان شاء الله نشتغل ان احنا ناخد البطوله، ده كان هدفنا. أوكي. يعني انا وحتى قلت لهم يا جماعه انا حاجز التذاكر العوده 9/7، مش راجع قبل 9/7، فكلهم قالوا لا واحنا معاك في 9/7 راجعين ان شاء الله بعد الفاينل، واحنا عايزين نتفرج عليكم يوم 9 ان شاء الله. كابتن محمود، اخيرا زياره فيتوريا النهارده ووجوده اعتقد في التمرين، جه التمرين اعتقد حافز جيد للاعبين. طبعا مكالمه الوزير برضه شيء بقول لحضرتك فرقت جدا مهم جدا ان لعيبه منتخب مصر الاولمبي بيتمرن ويتفرج عليهم مدير فني المنتخب الاول، دول مستقبل الكره المصريه، المنتخب الاولمبي ده النوال اللي هيطلع منها ان شاء الله بعد البطوله دي، ممكن تلاقي 5 6 اسماء منهم في المنتخب حقيقي. الاول دفع معنويه جامده جدا، وان شاء الله طبعا هو هيحضر المباراه بكره برضه، دي يكون ليها مفعول ان شاء الله على اللعيبه، وان ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. ربنا يكرمنا وان شاء الله نكلم حضرتك نهنيك على ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه. شكرا جزيلا كابتن محمود حرب مدير اداري منتخبنا الاولمبي، مهم جدا ان احنا كنا نسلط الضوء على هذا الامر، لان الحقيقه المنتخب الاولمبي زي ما كابتن محمود قال واحد من يعني دايما المفروض المنتخب الاولمبي ده بيبقى رقم 2، خصوصا بعد خسارات كثيره جدا سواء مع منتخب الناشئين او الشباب. اكيد المنتخب الاولمبي هو المطاعم الرئيسي للمنتخب الاول. صحيح. بعد المنتخب ده اعتقد فيه 4 5 لعيبه هيتواجدوا في الفريق الاول او في المنتخب الاول، منهم اعتقد فيه 2 3 كانوا متواجدين فعلا، وابراهيم عادل واحد منهم، اعتقد حسام عبد المجيد راح فتره، احمد عيد برضه، راح بس يعني لا ما اعتقدش انه راح منتخب كبير، ولكنه برضه موجود في الصوره، محمد طارق برضه موجود في الصوره، الولد اللعيب الجامد جدا بتاع الجيش اللي في نص الملعب محمد شحاته لعيب جامد جدا، محمد صلاح صح، محمد شحاته راح، محمود صلاح اللي جاب الجول الاولاني امبارح لعيب كويس جدا بتاع الجيش برضو، فاعتقد لا شويه لعيبه كويسه، اسامه فيصل راح المنتخب ولعب مع المنتخب الكبير في البطوله العربيه، فاعتقد لا هم لعيبه كويسه. مشكلتنا في مصر ان احنا ما بنحضرش، اعتقد مستر كيروش اتكلم عن النقطه دي، مستر فيتوريا اتكلم عن النقطه دي، ان ازاي منتخب كبير ما يبقاش فيه 5 6 لعيبه او 4 لعيبه من 19 سنه ل 23 سنه، ودي مشكله كبيره عندنا على الدوام، لان احنا بنعتبر اللعيبه لحد 23 سنه هم ناشئين، وده الكلام ده مش موجود في اي حته في العالم غير عندنا في مصر. حقيقي. يعني اعتقد الحمد لله نطمن عليهم، وان شاء الله بكره نبارك لهم يا رب ان شاء الله. كابتن فوزي هاخد برضك مره ثانيه، هاخد حضرتك عن مباراه الاهلي وفيوتشر. تمام. لانه هناك البعض حاول ان هو ياخد جمهور النادي الاهلي، يعني انا الاول كنت حبيت ان انا اعرف رايك، فطب كويس، يعني لانه انا الحقيقه عدد كبير من الاهلاويه اللي بيفهموا في كره القدم وبيكلموني ان احنا عملنا مباراه جيده جدا. تمام. بص احنا عملنا مباراه كويسه جدا، لو احرزنا هدف في الشوط الاولاني كره تاو المباراه تتفتح، انت طول ما بتلعب اي فرقه قدامك بدري بدري
كل الفرق اللي انت كسبتها ثلاثة بتجيب جون في الشوط الاولاني وهم يبتدوا يبدلوك الهجمات، فبتعرف تعرف تكسب براحتك. صح ماشي. كابتن علي ماهر كان بيلعب دفاع كومباكت في ثلث ملعب، لو بصيت كان بيلعب في 20 متر بالظبط او 25 متر وقافل على فرقته، حتى لما احنا كنا بنوصل لنص الملعب كان احمد عاطف بينزل تحت الدايره والخط كله على خط ال 18، فانت صح. بتلعب في وسط دفاع كومباكت مقفول، ومع ذلك عرفت تخترق مره واثنين وثلاثه، ولكن القصه بقى في ايه؟ عدم التوفيق. أيوة. ده رقم واحد. رقم اثنين، انت مش هتكسب كل الماتشات، لازم يبقى عندك احنا النادي الاهلي وكل ماتشاتنا لازم نكسبها، بس هيجي لك تعثرات، لما يجي لك التعثر مش تتكلم بالسلب. خلينا نكون واضحين يا اسلام. احنا مكسبنا فين؟ مكسبنا في الثلاثه ديفندر والطرفين علي معلول ومحمد هاني، لو دول الخمسه دول واقفين كويس على رجلهم بنكسب اي حد. صحيح. صح؟ امبارح كان في مشكله كبيره في نص الملعب بسببها غياب حمدي فتحي وعمرو، ده من وجهه نظري، عمرو السوليه وحمدي فتحي غيابهم كان مؤثر جدا، ناهيك ان القندوسي برضه لسه بياخد على محتاج ياخد شويه. صح بالظبط. ففي فراغ في الحته دي، ما كناش بنوصل كتير، لما حسين الشحاب يخش هو وتاو ما فيش حد بيكمل وراه. علي معلول ومحمد هاني ما كانوش في قمه مستواهم امبارح، وخلي بالك احنا اللي بيوصلنا كتير هم الطرفين دول، مع وجود الثلاثي اللي دايما ديانج كان في وجود مثلا حمدي والسوليه ومروان كان بيعمل ايه؟ ديانج بياخد الخط ناحيه اليمين مكان تاو لما بيخش لجوه، والعكس صحيح، كان كتير جدا بتلاقي عمرو السوليه. صح مظبوط، ولكن خلي بالك كويس انت، لان عايزين نتكلم فنيا شويه، لانه مهم جدا ان الجمهور يسمع هذا الكلام. تمام، بس انت برضو في الاخر بتلعب مع فريق كومباكت، فده مقلل عليك تمام. المساحات تمام. ده اولا. ثانيا انت ما بتلعبش برضو فريق، لا انت بتلعب فريق الثالث على الدوري المصري دوري. واحد نعم ثالث دوري وبتلعب واحد من الفرق القويه، وبالتالي طبعا هتلاقي الكلام انت بتقوله ده طبعا بيفتح وكل حاجه، ولكن في الاخر ما هي الباك ليفت اللي بيلعب قدام هاني ما هو عارف يقفل كويس، باك رايت اللي بيلعب قدام معلول ما هو عارف ان هو بيقفل كويس، وبعدين انت عارف ادرى مني في الماتشات اللي زي دي، ماتشات تلعب اهلي تاخد لك خطوتين ثلاثه انت كباك رايت او ليفت، تريح دماغك عشان ما حدش يعمل الاوفر من بعيد وتقف عشان ما حدش يجي من وراك، فبتبقى الامور اصعب كتير للباكات بتوع النادي الاهلي، خصوصا في ظل الوعي التكتيكي اللي علي ماهر عامله مع اللاعبين. انا معاك في دي تماما. وكابتن علي ماهر اشتغل كويس جدا في الحته دي، كان دايما لما تاو بيخش لجوه طارق طه بيسيبه. صح، الطبيعي ان طارق طه يخش مع تاو لجوه عشان يسيب مساحه لهاني يروح فيها، ما كانش بينزل. محمد ابراهيم كان ما كانش بينزل، كان بيودي الديفندر يروح يكمل مع محمد هاني، فهو قفل علينا. الناحيه الثانيه حسين الشحات لما ياخد الكوره ويخش لجوه، عمر كمال على واحد في الاول كان بيخش معاه، لما علي معلول طلع مرتين راح وقف لعلي. صح. فعلا صح. عشان كده علي امبارح ما عملش كروسين على بعض، ودي مشكله كبيره جدا لازم احنا نتجنبها. احنا عندنا الاختراق من العمق قليل. اوكي ده اساسي. انا شايف ان المباراه مش طريقه لعب مش دي طريقه لعب النادي الاهلي. مش دي طريقه لعب النادي الاهلي. الاستحواذ مع التحركات الكتير ما بين الخطوط بتخلخل اي فريق. امبارح كان في برضه زي ما احنا ما عرفناش نوصل او وصلنا وما جبناش، كان في تفوق من نادي فيوتشر في الناحيه الدفاعيه. وخلي بالك واحد زي باسم علي امبارح من نجوم المباراه حقيقي بصراحه. مش هو بقى كان بيلعب سيرد باك ناحيه اليمين بس، من احسن يمكن احسن لعيب كان موجود امبارح في فيوتشر. ده ولا هنا انا هقول لك كاهلاوي بقى اقول لك ايه، طب ما احنا امبارح رحنا للجون وضيعنا اكتر ما رحنا مثلا في مباراه البنك الاهلي اللي كسبنا فيها 3-0 جبنا. طب. يعني البنك الاهلي رحنا ثلاث مرات جبنا ثلاث اجوال تمام، لكن امبارح احنا رحنا لو جبنا الاهداف اللي كان ممكن الاهداف الحقيقيه وليست الاهداف الحقيقيه اعتقد ثلاثه او اربعه ماشي، فانت بالتالي لا انت رحت اكتر. طيب المتابع للكوره قطر والمكسيك امبارح، قطر وصلت باربع كور اربع كور في 90 دقيقه، هم كورتين مش فاكر انا ما اتفرجتش على الماتش كله بس يعني الشويه اللي انا شفتهم الاجمالي اربع كور يعني جاب جول كيروش. ايوه بالظبط. المكسيك 26 كوره ما جابتش جوان ومنهم ثلاثه جوه الجول ما جابتش جوان. طب ده ايه؟ يعني انا شايف ان لا يعني الكوره ما بتتحسبش كده. لا انا كهلاوي انا برد عليك بقى يعني وانا برضو بحسبها لك بطريقه ثانيه. الكوره ما بتتحسبش كده. الكوره بتتحسب بالنجاعه او ان انت ايه لما توصل يعني لو بالنجاعه تسجل
اوكي ماشي سجل. في ايه بقى الاكسبكتد جولز او اللي هي الاهداف المتوقعه ممكن يكون من ال 26 انت الطبيعي المتوقع بتاعك 6 او 7 تمام بس مش يومك تحسب دي كوره وساعات بتكسب 4 و5 و6 وانت ايه وحش ليه خلاص هي إيه الكوره كده عايزه تخش دي احكام الكوره احنا مش هنتكلم دي احكام الكوره ما فيهاش اي مشكله فانا شايف لا يعني لازم نهدى شويه احنا بنلعب فرقه كبيره بنلعب فرقه فيوتشر عادي جدا يا جماعه احنا كجمهور النادي الاهلي احنا لازم نزوق النادي الاهلي احنا لسه ما خدناش البطوله عشان كده ما ينفعش ان احنا دي اهم حاجه ان احنا نهمد اللعيبه ولا احنا لسه بدري الكوره زي دي لو جت سهله جدا انفراد سهل جدا لا انا صح لك دي متوقعه دي 100% لكن انا اللي قبلها دايما تاو بيجيبها جوان اللي قبلها الشوطه اللي شاطها عكس اللي مرتين والاثنين زي بعض بالظبط في نفس الحته وقد كده يعني لو راحوا صح جون وفي غيرها ده في واحده تاو مشي من على يعني انا شخصيا اعتبر الاثنين دول بواحد اللي هو نص جون ونص جون مع انهم يعني ما اعرفش في واحده ثانيه كمان ده تاو من ناحيه اليمين يعملها لتحت بس القندوسي على ال 18 اللي هو رقص فيها الراجل اللي حط شالها من فوق كده وراح معدي وحب يشوطها في الضيقه دي لو حطها القندوسي تحت جو. ولا كهربا الناحيه الثانيه بص في الاول وفي دي واحده مثلا ممكن تيجي صح لو جون تاني غير جنش ولو جون تاني غير جنش ممكن ينزل لتحت بدري صح وهي تعدي من فوقيه فانت برضو في هو في توفيق وفي عدم توفيق يعني دي حاجات يعني ايه جون تاني ممكن ينزل تحت بدري وجون ممكن ما يطلعش قبله كده فتعدي من جنبه صح فانت برضو احنا مش بنلعب نفسينا انما فرقه زي فيوتشر فرقه محترمه كابتن علي ماهر كان بيدافع بطريقه مميزه جدا 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 وراح للجون بدليل انه هجمك مره واثنين بس يعني ايه كنا نتمنى ان احنا خلي بالك ان جمهورنا الاهلي 8 ماتشات مكسب راجع من مكسب بطوله افريقيه الحاجات دي كلها مش مدي دي واحده زي دي مثلا لو عادها 100 مره مش هتيجي في العارضه تاني لو لو تاو عملها 100 مره مش هتيجي في العارضه تاني صح بس خلاص مش هيعملها كده اساسا هي خلاص الكره مش عايزه تيجي الكره مش عايزه تيجي فشيء طبيعي خالص ان الكلام ده يحصل ان الكره تضيع مره واثنين وثلاثه انما نتمنى في القادم ان شاء الله ان المباراه ويمكن يا اخي يكون فرح لنا ان احنا نفرح بالدوري في ماتش الزمالك مش يمكن يكون خير ان شاء الله يبقى طعمه هيبقى طعم مش عارف ان الماتش ده ولا قبله ولا بعده يعني ما حدش عارف الله اعلم بس انا في الظروف الطبيعيه ان شاء الله نفرح بالدوري في ماتش الزمالك طيب الجهاز الفني كيف يستفيد بهذا التعادل؟ يستفيد استفاده اول استفاده ان الروتيشن لازم يبقى اكتر شويه دي اول استفاده من وجهه نظري لان اللعيبه جت في الدقيقه 80 او من 78 انا حاسس ان في كياس رمله عند بعض اللعيبه ودي مش عيب ده شيء طبيعي لما بتلعب كل 3 ايام مباراه عادي جدا ان انت يبقى عندك فتره من او لعيبه بتبقى رجليها تقيله منهم حتى كهربا مع انه ما لعبش كتير ولكن توالي المباريات في فتره قليله لا كهربا لازم يريح دي وجهه نظر حتى علي معلول لازم يريح ماتش او اتنين من الماتشات اللي جايه عشان يقدر يكمل مروان عطيه اللي هو المفترض الرئه الثالثه للنادي الاهلي في الملعب اعتقد ان مروان عطيه لازم يريح ما هو ما فيش حل غير كده لازم مروان عطيه يريح لانه مش هيقدر يلعب كل 3 ايام ماتش بنفس الريتم ديانج الروتيشن انا من وجهه نظري الروتيشن لازم يزيد الحاجه الاهم من ده كله طريقه 4 3 3 ممكن تكون مميزه في افريقيا ممكن تكون مميزه مع فرقه جامده زي فيوتشر مثلا انما تغير طريقه اللعب في بعض الاحيان هحتاج كتير خلي بالك انت المباريات اللي جايه كلها ايه اسماعيلي اتحاد زمالك كلها مباريات قويه مباراة جامده بس في بعض الاوقات هحتاج 4 2 3 1 كتير زي ما عمل قفشه امبارح بقى بس خلي بالك هو عمل كده ده عمل ايه ده 4 1 4 1 بس لا هو يعني يمكن اقرب كان منزل قفشه جنب يعني ما مطلوب فيعني في وقت من الاوقات انا ممكن ابتدي 4 2 3 1 اوكي يعني ايه مش على طول ابتدي 4 3 3 واقعد ادافع والعب على المرتد لان انا لو خلي بالك مع اي فرقه من فرق الدوري انا لو جبت جون بدري خلاص بركب المباراه صحيح تمام صحيح. صعب ان فرقه الحمد لله احنا ماشيين بمعدل كويس جدا في الحراسه ما شاء الله تاسع ماتش على التوالي ما يخشش فينا اهداف حاجه جميله كلين شيت لمحمد الشناوي الكام عد ولا حدث ولا حرج فاعتقد لا ان احنا نجيب جون بدري عشان كده ممكن نبتدي في بعض الاوقات 4 2 3 1 زي ما انا بقول لك ان شاء الله الدنيا هتبقى اسهل لنا بكتير هنحتاج 4 3 3 في ماتش الزمالك هنحتاج في بيراميدز 4 3 3 ان شاء الله يعني انما ماتش زي الاسماعيلي والاتحاد انا من وجهه نظري يعني
ممكن تبتدي 4-2-3 تكسب وتخلص. هنتكلم عن هذه المباراه، لكن برضو عايز اعرف رايك برضو يا احمد في تصريحات الكولر اللي بعد المباراه، مثلا اولها الخاص باضاعه الوقت من هو شايف ان كل الفرق بتعمل كده، ده اولا. ثانيا برضو ان ذهن اللعيبه مش صافي. طيب رقم واحد دي يمكن انا كنت استاذ فيها، ده انت مالكش حاجه. يعني كنت من الناس اللي بعرف اهدي المباريات، وده عيب عندنا في الكره المصريه عامه. بس انا لما الاقي فرقه انت يعني بنلعب مع فرقه قدام مثلا الاهلي مثلا، يعني بلعب ضد الاهلي، ما انا مش هلاعب الاهلي 90 دقيقه، ما انا لو لعبت الاهلي 90 دقيقه هاخد 95 هاخد الشوال بتاعي الشوال الاجوان ورايا واطلع امشي بيه. فيعني لا، لو عرفت العبهم 40 45 دقيقه 50 60 دقيقه يعني ده يبقى حلو ليه. هنا بقى التعديلات الجديده اللي حصلت بتاعه الاتحاد الدولي، ان السيستم يقف، ان الوقت الضايع حتى في الاهداف، وزي ان يبقى زي كره السله بالظبط، اعتقد دي هتخلي الكره تسرع تقريبا. هيتعمل في الدوري الايطالي الايطالي والهولندي والفرنسي والهولندي يمكن. ايوه والايطالي معاه، والايطالي معاه كل التعديلات الجديده، ايطالي وسويدي وفرنسي وسويسري. الاربعه دول هيتم تطبيقهم وشوفوا كيفيه التطبيق، هينجحوا ولا مش هينجحوا، هينجحوا ولا مش هينجحوا. فلو نجحوا اعتقد هتبتدي تطبق. مش هينجحوا ليه؟ ده يا ريت. ما هو ده ما ده يعني احنا دايما من زمان بنطالب بالامر ده، ان تمام. ما هو عشان كده الكره غصب عن العالم كله هتسرع، هم كل شويه بيسرعوها، كل شويه بيسرعوها. يعني انت دلوقتي انا لعيب بيني يعني طالما رجلي عند رجل المدافع الثاني مش لازم تحسب اوفسايد، ما تخليني العب حل. لكن لو جسمي كله لا لو جسمي كله كماشي بقى باينه قوي، ما تقفش تبقى قاعد في الدكان ومستني. لكن لو لازم ابقى على الاقل حلو، لو في منافسه بص اسمها ايه، لو في منافسه اللي هي انا وانت مع بعض لا خلاص تمشي هتمشي. حتى لو انا سابق بدراع بكتف بتاعك، انما لا، لو انا فارق عنك يارد او حاطط رجلي عندك في الاخر كده، ونقعد بقى نشوف اصل دي سنتي من فوق وسنتي يعني وما حطوش النقط صح، ما حطوش النقط صح، النقط معوجه مش عارف ايه والكلام ده كله. انا معاك فدي التعديلات دي ان شاء الله تؤتي بثمرها في موضوع الوقت. وعنده حق يعني، مش هو بس اللي اعترض على كده، مدربين كتير اعترضوا على الكلام ده قبل كده. انما هي قافه، هي قافه للكره المصريه. واعتقد ان مع التعديلات دي كده كده الآفة دي هتختفي، لانه مش هيبقوا بمزاج اللعيبه والحراس. وخلي بالك الآفة دي برضو احنا خدناها من دول شمال شمال افريقيا. احنا من دول الشمال لا يعني شمال غرب افريقيا، خلينا نقول شمال غرب افريقيا عشان يبقى اكثر يعني ايه تحديدا. يعني انت بتلعب الوداد، انت في ال 70 دقيقه اللي قبل ما تجيب فيهم جون ولا قبل ال 78 دقيقه ما كملتش 60 دقيقه او 55 دقيقه من كتر ما هم من بعد واطلع فيعني طريقه لعب الحقيقه انا بشوفها، ما نتنافس في الملعب ونشوف اللي هيحصل ايه. ما انا بقول لك الاهلاويه مش متعودين على الكلام لما تلعب النادي لا عمرها لا الاهلاويه مش حتى لو انت كسبان تلاقي لا عايز العب بشوف عايز العب تاني عايز العب اخد الكوره عايز اجيب جوان والله تاني. دي حقيقه دي حقيقه عشان كده بقول لك ان احنا مش متعودين قوي على عايز اقول لك حاجه مع الاحترام في اللفظ يعني الناس لما الشناوي خد الانذار في مباراه القرن قال لك ايه الكلاحه دي، اول مره حد يضيع وقت، اول مره حد ياخد انذار في وقته عايزين حقيقة. دي حقيقه الكلام ده حقيقي. عبد المنعم في الماتش الاخير بتاع الوداد احنا لاول مره نحس ان احنا بقينا عندنا نوع من انواع الايه الكلاحه الكرويه. ودي مش كلمه وحشه على فكره، دي مش كلمه وحشه عشان الناس بس ما تفهمش ان دي مش التناح التناح يعني مش فارقه كتير بس اللي هو ايه ان انت تقدر تاخد من وقت اللي قدامك وتستفزه اكتر فيخرج بره شعوره لان الضغط بيزيد عليه. اوكي فالحاجات دي في بعض الاوقات بتبقى مهمه جدا. والعكس صحيح، امتى يبقى عندنا بقى الثقه والقدره على ان اللي قدامي مهما يعمل انا كسبان كسبان. اوكي فدي برضو من شخصيات النادي الاهلي اعتقد متوفره بطريقه كويسه في لعيبه النادي الاهلي في الجيل ده. هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه الاسماعيلي ونرجع بقى نتكلم عن هذه المباراه الهامه جدا. الحقيقه دايما مباريات الاهلي والاسماعيلي يا دكتور بتبقى مباريات صعبه جدا، ومهما كانت ظروف الاهلي او مهما كانت ظروف الاسماعيلي ليس لها علاقه بهذا، ملهاش دعوه خالص. مباراه الديربي صعبه نفسيا على الفريقين، دايما في شحن جماهيري من الناحيتين وده شيء طبيعي وشيء محبب في الكوره. اعتقد يمكن في الفتره الاخيره ظروف نادي الاسماعيلي مش ولا بد، عنده ثلاث مباريات منهم مباراه الاهلي، لازم على الاقل ياخد 4 نقاط عشان يضمن البقاء في الدوري. عنده الداخليه والاهلي والداخليه والاتحاد ماشي، بس الاتحاد اخر ماتش بره اخر ماتش يعني فهو عايز يضمن
اعتقد انه مكسبه للداخليه ياكد بقائه. ماتش الاهلي بالنسبه له برضو يعتبر ماتش حياه او موت، يعني مش عايزين نقول حياه او موت، ماتش بقاء في الدوري صعب. ماتش صعب، الاثنين عندهم الحافز. الاهلي عايز يخلص على الدوري بدري بدري ويفوز بالمباراه، ويبقى قدامه لسه 5 نقاط او 4 على حسب ما بيراميدز هيعمل ايه، ولكن بيقرب بخطوات كبيره. اعتقد المباراه صعبه جدا على ملعب محايد، ملعب كبير، ملعب حلو، خالد بقى يخدم النادي الاهلي اكتر من النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا جدا في الناحيه الدفاعيه، خاصه في الاطراف عنده صعبه جدا، دسوقي ومحمد سوقي ناحيه الشمال. و مهم عشان ما ننسيش احد اللاعبين. الاثنين ما بي يعني ممكن ما يهاجموش كويس، بس واقفين جوه، اي حد بياخدهم يخش لجوه هيخشوا معاه هيعملوا ضربات جزاء. انا عارفهم كويس، لعبت مع الاثنين على فكره، واحد لعبت معاه في 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 في, في الداخليه، وواحد لعبت معاه في الترسانه. الاثنين عارفهم كويس وعارف امكانياتهم. عندهم مشكله كبيره جدا في نص ملعبهم. النادي الاسماعيلي لو ضغطت عليه بدري بدري ان شاء الله تقدر تسجل فيه، ولكن اعتقد انه في مباريات الاهلي بيبقى عندهم حافز كبير. انما زي ما بقول لك الدور الاولاني يمكن ما راحوش على الجون، بس احنا جبنا جون بطلوع الروح. كريم فؤاد اعتقد، لا كان كريم راح، كريم اللي راح واتزحلق وعملها لتحت لشادي، وشادي حطها. فاعتقد لا المباراه صعبه جدا على الفرقتين. ان شاء الله الاهلي زي ما قلت لك يجيب جون بدري ويبتدي يحسم الامور بدري. الاسماعيلي هيتعصب في الملعب اكتر وتبقى صعب الرجوع عليه ان شاء الله. ولكن تظل مثل هذه المباريات هي من المباريات الصعبه ممتعة. مهما كانت والممتعه، او نتمنى اهم حاجه انها ممتعه ان شاء الله، نتمنى نشوفها ممتعه، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المباراه تبقى سهله. لسه كنت بتتكلم عن الروتيشن اللي بيعمله كولر، هل انت مع ان هو يغير عدد كبير من اللاعبين؟ لا كبير لا، هو الروتيشن في العموم انت بتغير مثلا في حدود 4 ايه، لا انت بتغير في حدود 4 3. ما هو انت كل ماتش بتعمل روتيشن، مش بتعمل روتيشن في ماتش واحد. فانا هغير 3 النهارده، الماتش الجاي هغير 3. بتبقى الحاجات دي محسوبه ومحسوبه بورقه وقلم، وهم عندهم من القدرات الاجانب بيقدروا يحسبوا الحاجات دي، محللين الاداء بيحسبوا الحاجات دي كويس جدا. صحيح. فاعتقد دي الراجل بيعرف يعملها كويس. انت مع ايه انت يا احمد؟ لا انا مع الروتيشن. اوكي. اللعيبه مش هتستحمل كل 3 ايام ماتش بعد فتره كبيره. خلي بالك احنا بنلعب من شهر 2 بدون توقف، النادي الاهلي من شهر 2 لحد يومنا هذا من ساعه ما رجعنا للدوري من بعد بطوله. اوكي، ولكن ده خلاص انت يعني كان في افريقيا اللوائح كانت بتتيح ليك ان انت يبقى مؤجل ليك المباراه اللي هي في النص، وبالتالي كنت بتلعب كل اسبوع لان انت الوحيد الفريق اللي وصلت. ماشي يعني ما حصلش دلوقتي خلاص، ما حصلش غير في 3 اسابيع بس، غير كده كنا بنلعب يعني قبل ما نروح نلعب. انا بقول لك ان دلوقتي خلاص هتلعب كل 3 اسابيع دلوقتي هتلعب خلاص خلاص ما فيش حل. فعشان كده من اللعيبه مش هتستحمل في اخر موسم. خلي بالك احنا في اخر موسم، وفي اخر موسم ده كميه الاصابات بتزيد، خاصه الاصابات العضليه. فانت لو ما حافظتش لعيبتك دلوقتي هتخسرها في الفتره المقبله. عشان كده انا شايف ان انا مع الروتيشن، ومع الروتيشن المهم في منطقه نص الملعب بالذات. هو والطرفين. عندما بدا الروتيشن ده في الاول خالص لو تفتكر من 5 6 شهور، كان هناك بعض المحللين من وجهه نظرهم ان هو ما ينفعش يعمل روتيشن، ان هو لازم يوقف او يثبت ال 11 اللي بيلعبوا. اعتقد ان اللي هو كان عامله من 3 4 شهور هو الصح، هو اللي فرق معاك دلوقتي. لا هو اللي فرق معاك انت ممكن ممكن تبقى في لعيبه اللي بيلعبوا اكتر شويه او اكتر كتير تلاقيهم رجلهم تقيله مش قادرين، لكن بقيه اللعيبه معظم اللعيبه لا واقفين على رجلهم. انا هفكرك زي السنه دي، السنه اللي فاتت في نفس التوقيت تقريبا كان مستر موسيماني لسه موجود، او كان فاضل له حبه او يمشي وكده. اللعيبه ما كانت شايله اكياس رمل في رجلها، مش قادره تمشي. جيس ورش قعدهم كلهم في البيت بقرار كمان كان من مجلس الاداره على ما اعتقد، عشان الناس تريح. اداره الكوره كانت خطيره، عشان الناس تريح. فده هو ده اللي فرق. ايوه ده كان ظاهر مع اللعيبه. انما ليه كان ما كانش هو كان 12 لعيب 13 لعيب ما بيغيرش غيرهم، والدنيا كانت بتسوق في النتائج. صحيح. تمام. انما دلوقتي لا، اعتقد ان الراجل عامله من 3 4 شهور بيؤتي ثماره دلوقتي، بدليل ان اللعيبه قادره تقف على رجلها وبتادي كويس. لازم تريح. يعني انا شايف من وجهه نظري ان انا لما العب في 6 ايام 3 مباريات، ايه المشكله ان انا 6 ايام؟ ما هو انت 6 ايام فعلا. انت بتلعب مثلا، انت هتلعب ايه الاربع؟ حد اربع، حد اربع، حد اربع سبت كمان، حد اربع سبت، 6 ايام هتلعب 3 مباريات. صح. طب يبقى ايه؟ يبقى 3 مباريات في 6 ايام. اوكي. الفرق 3 ايام بين المباراه والمباراه، بس احنا بنتكلم في ايه؟ ان اللعيبه الثلاث مباريات دي انا ممكن لعيب يقع منهم مباراه، مش يقع يتعور يعني، اللي هو ايه؟ كل يريحه شويه، يريح ما يبتديش بيه، ينزله في الدقيقه 70. هي دي وجهه نظري.
عشان كده انا شايف عمل كده الماتش اللي فات، عمل كده بس امبارح ابتدى بالتشكيل الاساسي، هو اللي هو بتاع يعني ماتش الوداد. قندوسي مفيش حد هو قندوسي بس مكان واحد من حمدي فتحي او عمرو السولية، مفيش حد تاني صح، انما كله كان موجود. لا كله كان موجود، كله كان موجود التشكيل الاساسي بتاعه ما عدا قندوسي مكان حمدي فتحي في التشكيل بتاع حتى ماتش الوداد اللي هو لعب بيه هنا وهناك. فده يعني اعتقد بقى المباراه بتاعه الاسماعيلي دي انا شايف انه هيغير على الاقل ثلاثه، هيغير طرف من الاطراف، هيغير واحد اثنين في نص الملعب، دي وجهه نظري. ممكن يغير يعني ممكن يدي حد، ممكن محمد هاني يريح ويشتغل خالد عبد الفتاح، دي ممكن او ممكن لا، دي انا بقول لك ممكن. انما هو عنده ثقه في اللعيبه اللي موجوده وعنده ثقه في اللعيبه اللي بقى. انا كنت في التمرين يوم الجمعه، الراجل بيتعامل مع الناس يوم الجمعه ده ما كانش فيه لعيبه اساسيه موجوده، كانوا كلهم يا دوبك جريوا لتلت ساعه لان كانوا لاعبين الخميس. فتلت ساعه وبيطلعوا يدلكوا وكلام. الراجل ما بيسيبش حاجه غير لما بيروح وراها، حتى الحراس بيروح يتفرج على تمرين الحراس، الناس بتعمل تقسيمه هنا، الراجل بيشتغل شغل على الجون قاعد معاهم وبيشتغل معاهم. والناس كلها بتحب، على الرغم ان هم مش يعني مش المجموعه اللي بتلعب كتير ولكنه مهتم بيهم لاقصى درجه. بعد ما خلص بالظبط، ده اللي بيخلي الاساسي زيه زي الاحتياطي، ورجل الاحتياطي في الملعب نقطه مهمه جدا، ان الرجل الاحتياطي تبقى موجوده في الملعب بحيث انه في اي وقت لما ينزل يبقى واقف وبيؤدي نفس اللي بيعمله الاساسي. دول المجموعه اللي بالظبط. فاعتقد لا، تحيه طبعا لمستر كولر لوجهه نظري. وبالمناسبه احب احيي مستر ميشيل يانكون، الراجل بيشتغل مع يعني ما كانش الشناوي موجود وبيشتغل مع الثلاثه التانيين احسن ما بيشتغل في وجود الشناوي بصراحه. يعني الامانه الواحد يقول ليه ولا عليه، وانا قلت له كده في وشه وقلت له انا بقدر جدا شغلك وبقدر ان الثلاثه يلعبوا، الثلاثه يبقى احسن من بعض. لما شوبير يلعب ويشيلك مثلا في ماتش نهائي، نهائي ايه؟ نهائي افريقيا وبتلعب الوداد عندك في ملعبك والملعب مقفول وتحت ضغط وبتاع، الولد يبقى واقف على رجليه وعنده ثبات انفعالي غير تروح هناك شوبير يطلع وعلي اللي يخش يبقى موجود والشناوي اللي واقف. يعني دي برضو الحاله النفسيه للعيبه، ما حدش يحس بحاجه، دي حاجه جميله جدا جدا. وانا شايف ان كون ان اي حد موجود اي حد مش موجود كلنا في بوتقه واحده، كلنا بنحب النادي الاهلي وبنشتغل للنادي الاهلي، دي الحاله العامه اللي موجود عليها النادي الاهلي بالظبط. وده النجاح، ده دي حقيقة، وده اللي بيوصل او ده الفارق الحقيقه بين اي حد بصراحه عشان ما نكذبش. يعني انت عاجبك الطريقه اللي ماشي بيها النادي الاهلي في حراسه المرمى؟ يعني جدا جدا جدا. انا شايف ان ما شاء الله طالما الثلاثه كويسين وبيلعبوا وشايلين النادي الاهلي في اي وقت، طالما اي حد موجود بيسد، الشناوي موجود بيسد، علي موجود بيسد، اوفا موجود بيسد، اعتقد يعني وحمزه علاء خلي بالك لا ربنا يكرمه ان شاء الله، ربنا يوفقه كده ويحفظه ويكمل البطوله دي على خير. خلي بالك ما شاء الله ما دخلش فيه ولا هدف لحد دلوقتي. وكان متالق يمكن في مباراه مالي كان كويس جدا، الماتش اللي فات شال واحده مهمه جدا جدا ماتش مالي، ماتش مالي شال واحده في البعيده ومالي شال واحده صعبه جدا اللي هي 2-1 دي، نزلت على دماغ الراجل ورجع صدها تاني. فهو لا هو ماشي بطريقه مميزه، يعني ان شاء الله يبقى امتداد لحراس النادي الاهلي المميزين وربنا يكرمه. الراجل اللي بيتمرن ده كوتو ده حاجه حلوه قوي. يعني ما حدش يعرفه كتير، مصطفى مخلوف ده. مش كوتو سوري، مصطفى مخلوف. الولد ده جون كويس جدا، امكانياته كويسه. طويل. بس لسه ايه، هو لسه شويه يعني 2003. انما ده لو لعب بره النادي الاهلي سنتين هيرجع النادي الاهلي وحش. والله. اتمنى ان احنا نفكر نطلعه عقار. طالما ما فيش حد من الحراس الكبيره هتخرج ومتواجدين الثلاثه، اعتقد لا يعني لازم مصطفى مخلوف ده بالذات يطلع اعاره يلعب في اي حته ثانيه. ياخد مباريات، يحط رجليه في الملعب. يعني الكلام ده مهم جدا للاستمراريه على المدى البعيد. يا ما نشوف اللي هيحصل، ان الاعارات هتبان خلال الايام اللي جايه. ربنا يسهل لما نشوف ان نخلص من الدوري وبعد كده نفكر في مين اللي طالع ومين اللي جاي. مين اللي طالع ومين اللي داخل؟ انت عارف دايما النظام في النادي الاهلي بيبقى له شكل مختلف. اخيرا المنتخب الاولمبي، ويعني لسه كان معانا كابتن حرب، زياره فيتوريا من وجهه نظرك ايجابيه ولا سلبيه؟ يعني هل هتضع ضغط على اللعيبه؟ اكيد هتحط ضغط. ضغط سلبي؟ اكيد ضغط سلبي. سلبي. اكيد ضغط سلبي. انما هتخلي اللعيبه يعني ضغط سلبي دلوقتي، انما في الملعب اعتقد ايوه وانا اللي يهمني الملعب. خلي بالك او يعني هم يهمهم الملعب. مش هتبقى ضغط، هتبقى كل المشكله في كده. هل اللعيب المصري عنده القدره انه يفصل بره من جوه؟ ممكن يقول لك انا عايز انزل اعمل كل حاجه. يعني واحد زي ابراهيم عادل ده عمل كل حاجه في ال 270 دقيقه اللي فاتوا، كان من احسن الناس بصراحه.
يعني لعيب الوحيد اللي يحسسك بخطوره اسامه فيصل، كان كويس قوي في ال 180 الاولانيين. يمكن الماتش اللي فات ما كانش واقف على رجليه قوي، ولكن كان في ال 180 دقيقه الاولانيين بياخد الفرقه وبيجري بيها. صح تمام. فهل هيستحمل ان مستر فيتوريا هو يفكر انا كده كده عايز اوصل اولمبيات وفي نفس الوقت اروح المنتخب الكبير، طب الراجل بيتفرج عليا، طب انا هبقى كويس، طب مش عارف ايه. هي على حسب بقى شخصيه، هي اللي شخصيه اللاعب هي اللي هتحدد الضغوط هتبقى عليه سلبيه ولا هتبقى الضغوط ايجابيه. واعتقد يعني مع واحد زي كابتن بركات وميكالي اعتقد الضغوط ان شاء الله يا رب تبقى ضغوط ايجابيه ان شاء الله. اخيرا الاهلي والاسماعيلي، المباراه دي مين يكسب؟ لا ان شاء الله توقعاتك يعني ان شاء الله الاهلي يكسب ويكسب مستريح كمان 2-3 ان شاء الله. يعني دي وجهه نظر يعني، انا مش بقول حق، انا بقول على حاله الفرقه هنا وحاله الفرقه هنا. الاسماعيلي هيكافح وهيموت نفسه وهتبقى مباراه قويه جدا من ناحيه برضه، خلي بالك ايه. ماشي، هم فرقه كويسه بس والله ما عندهمش هدافين. لو اتشال من عندهم ياو انور الاهلي لما بيجي يلعب محمد شاهين، اسمعني والله العظيم لو الاثنين دول اتشالوا مش هتحس بفرقه الاسماعيلي اصلا في الملعب، لانه فعلا اللي عمل الفرقه دي ظلمهم، ظلم فرقه الاسماعيلي. فانا شايف لا، النادي الاهلي اعلى فنيا، بس برضو يرجع التوفيق اللي احنا كنا غاب عننا. لسه كنت هقول لك يعني انت بالاخر غاب يعني انت ماتش فيوتشر ده يعني مهما تعمل ومهما تقول يعني لو حد شاف المباراه يقول لك الاهلي يكسب 3-4. ايوه صح، دي حقيقه خلاص، لكن في الاخر انت ما كسبتش. لا التوفيق مش بتاعي وبتاعك، التوفيق ده بتاع ربنا. بس انا بتكلم كوره، لما تحط الفرقه دي قدام الفرقه دي اعتقد المباراه تخلص 3 مستريح 2-3 مستريح. انا بشوف العكس تماما، ان المباريات مثل المباريات اللي زي الاسماعيلي ده تحت الاسماعيلي الزمالك الاتحاد الفرق الكبيره دي اللي هي ليها اسماء كبيره وخدت دوري قبل كده، الاتحاد ما خدش، لكن يعني انا اقصد يعني فرقه جماهيريه وكبيره وليها اسمائها، بتبقى في مباراه الاهلي كير اكتر او حريصين اكتر ان هم يعني لو اتغلبوا يتغلبوا نص صفر، وجهه نظري. فبيبقى الكوره طبعا، لكن في الاخر اللي بيبقى مستواه 40-50% ما انت عارف. ماشي، بيحاول يوصل مستواه 150% 150 كمان. بس انت، انا بتكلم كوره في ايه؟ انا بتكلم في حاله لعيبه النادي الاهلي وفي حاله لعيبه نادي الاسماعيلي. انا قلت لك ان ممكن بالروح هم ياخدوها، لسه كنت هقول لك بالروح بالظبط، وعصيبه وعصبيه. انما انت لو قدرت عندك شويه ثبات ونقلت عليهم كوره، والله ما عندهم خبرات طبعا. اسمعني بس، ما عندهمش خبرات طبعا. دي لو نقلت عليهم كوره فترات كبيره هيوقعوا مني. ماتش صعب جدا جدا أكيد صعب. جدا وسيظل ستظل وجهه نظري مباراه الاهلي والاسماعيلي من المباريات الصعبه جدا. انا بشكرك جدا ابو حميد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. نستمتع الحقيقه بوجود كابتن احمد فوزي وكلامه المحترم والواضح في كل شيء. شكرا جزيلا حبيبي كابتن اسلام، شكرا جزيلا للنجم احمد فوزي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير.